موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أكدت غرفة عمليات سرت التابعة لميليشية الكرم أن قواتها استهدفت بسيارة مفخخة عند بوابة التسعين شرق مدينة سرت. أوضحت الغرفة في منشور لها عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن تفجير أسفر عن حرق السيارتين وجرحي 3 عناصر تابعين للكتيبة بجروح متفاوتة. أضافت الغرفة أن القوات التابعة لميليشية الكرامة تعمل على تمشيط المنطقة بحثا عن منفذي الحادث. اتهم مسؤول المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المركزية رياض الشابي اتهم البلدية والنواب والحكومة بالبعد عما يحدث في المدينة. قال الشابي في تصريح لوكالة سبوتنيك الجمعة أن هؤلاء المسؤولين يعيشون راحة كاملة في المدينة ويستخدمون ما وصفها بسياسة التعجيز. أضاف الشابي أن الغرفة الأمنية مستمرة في عملها دون أي دعم مادي ولا معنوي. اعتبر مركز المجلس الأطلسي للأبحاث أن حفتر على مشارف السقوط بعد ظهور من وصفه بالمنافس القوي في إشارة إلى المطلوب الدولي محمود الورفلي. قال مركز الأبحاث الأمريكي المتخصص في الشؤون الدولية أن قوة الورفلي وأهميته ظهرت عندما خرج أنصاره للمطالبة بإطلاق سراحه من سجن الشرطة العسكرية الموالية لحفتر. أشار الموقع إلى أن الورفلي يكتسب أهميته من كونه مسؤولا عن جماعة سلفية تنضوي تحت قيادة ميليشية الكرامة، إلا أنه أصبح مؤخرا عبئا عليه بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أكدت شركة الزاوية لتكرير النفط السيطرة على حريق وصفته بالبسيط شب في أحد أبراج وحدة التكرير الثانية بالمرفق النفطي. أرجع أحد موظفي المصفى الحريق إلى مشاكل تشغيلية بعد صيانة الوحدة التي تزامنت مع سوء الأحوال الجوية ليلة السبت. في شأن آخر، بلغ عدد الناخبين المدرجة أسماؤهم ضمن السجلات الانتخابية أكثر من 2,300,000 ناخب حتى يوم الجمعة. قالت المفوضية العليا للانتخابات في تقريرها اليومي أن عدد الناخبين المسجلين خارج ليبيا وصل إلى 1,523 ناخبا. بحسب التقرير فإن عدد المسجلين الجدد منذ انطلاق عمليات تحديث سجل الناخبين في 6 ديسمبر الماضي قدر بحوالي 840,000 ناخب. ختام الموجز، إلى اللقاء.